وفيه خجل وفيه ضغط سياسي كبير من طرف المسؤولين على المستوى الحكومي وكذلك من طرف المؤسسة الجنائية التي ننتظر أن تستقبل منظومة جنائية أي مسطرة جنائية القانون الجنائي. نحن نخاف ونتخوف من أن يستمر هذا التردد وهذا الصمت تجاه قرار حاسم بإلغاء عقوبة الإعدام لفترات طويلة. أتخوف من أن لا تصبح الشجاعة هي الركن الذي يهز مشاعر المسؤولين أصحاب تدبير الشأن العام، لأنه منذ سنة 62 وبداية من محاكمة الكبرى التي شهدها المغرب ورأي العام السياسي والحقوقي والجامعي يناقش هذه العقوبة ويطلب بحذفها نظرا لأنه ثابت بالممارسة أنها لم تواجه الجريمة ولم تضعف من مكانتها ومن قوتها ومن انتشارها، من ثابت أنها لا ترضع، من ثابت بأنه وهذا واقع أثبتته الدراسات وأثبته كذلك أثبتته هيئة الإنصاف والمصالحة حينما اعتبرت بأنه الأخطاء القضائية القاتلة التي انتهت بإعدامات أو بإحكام الإعدامات والتي نفذت بعدها السلطات العمومية الإعدامات كانت كلها محاكمة سوريا، محاكمة ملأتها صور الانتقام وصور التعرض السياسي، وبالتالي لا ثقة في أن تكون عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم لها مرجعية صادقة، ويمكن الثقة في أنها صدرت في محاكمة عادلة وبكل معاني الحق في الدفاع وبكل معاني اليقين والشجاعة الأدبية والاجتهاد القضائي الحقيقي، وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يثق أنه أدى واجبه من دون السقوط في حقه. نعلم بأن البحث التمهيدي الذي يجري سريا قد تنتزع فيه تصريحات وقد تنتزع فيه شهادات تحت التهديد، أحيانا شهادات بالمقابل، وبالتالي تطبخ أحيانا عدد من المساطر وتسلم للقضاء وتصدر أحكام بناء على هذه الأبحاث وهذه التحريات التي قد تكون بعيدة كل البعد عن النزاهة الفكرية والنزاهة المسطرية. المغرب الآن ينتظر كله، المغرب بقوته السياسية الحية وقوته الحقوقية ومنظمته ننتظر كلنا ماذا ستفضي إليه هذه المشاورات التي كانت منذ سنة 2013 بعد وقف أشغال هيئة العليا لإصلاح المنظومة على العدالة. من 2013 إلى 2024 عقد من الزمن والجميع يترقب هذه المنظومة، نترقبها ربما في هذا الدخول التشريعي، ونتمنى أن تكون في عند المشرع وعند البرلمانيين النوايا من أجل مناقشة جدية لهذه المنظومة، وحتى نسمع صوتا من الأصوات يقول لا للمنظومة لأنها أكدت على عقوبة الإعدام في طياتها. لم نسمع مثل هذا الكلام منذ أن رافعنا أمام البرلمان وداخل البرلمان نوايا ديال البرلمانيين والبرلمانيات وعديد من الفرق البرلمانية وعديد من الأحزاب تظهر موقفا واضحا من عقوبة الإعدام، لكن هذه المؤسسة ما يجري فيها لا يعلمه إلا أصحابها، ولكن ما نعلمه نحن هو أنها لم نسمع يوما من الأيام أن في التصويت في الجمعية العامة صوت برلماني أو برلمانية ضد عقوبة الإعدام، رغم الأسئلة التي توجه للحكومة، رغم النقاشات التي تجري داخل اللجان، لكن ما يهمنا هو الجمعية العمومية التي تتخذ القرارات وتصوت على القوانين وتصوت أحيانا على المشاريع. فتحية لكم وعلى العمل الذي تقوم به الهيئات المجتمع المدني والمنظمات أمنستي المغرب والمناضلات والمناضلين الذين يحملون هذا الهم، هذه الرسالة المشرفة الإنسانية. ورغم قلة الحضور نعرف بأنه
من هو غائب منا هم العشرات والمئات بل الملايين، لا أحد يقف مثل وقوفنا للمناداة بتنفيذ العقوبة الإعدام، لا أحد. وبالتالي من ينادي بعقوبة الإعدام بمرجعية الإيديولوجية أو المحافظة أو الميوعة السياسية هو محط تشكيك لدى الرأي العام، ولذلك الرأي العام يتابع هذا المسار بكل انتباه، ولا يخجلنا أن يوجد من بين القلة من ينادي بتنفيذ عقوبة الإعدام، إما بدافع يعني أحداث التي تكون مؤلمة وجرائم التي تهز مجتمعنا أو بأسباب أخرى. شكرا لكم، وموعدنا هو مسارنا من الآن إلى السنة المقبلة. الشعب يريد إلغاء عقوبات الإعدام، الشعب يريد إلغاء عقوبات الإعدام، الشعب يريد إلغاء عقوبات الإعدام. مساء الخير الاخوة الصحفيين. مساء النور وسام. مساء النور الصحافه والاعلام. اصحاب المهنه في الشقه هم الرابط بيننا وبين الاعلام. اجيت انا ايش كنجيوك الرئيس انتم اسيدي كيفاش كنجيوك انتم الرابط بيننا وبين الاعلام. انتم تسجلون تحملون القلم والكاميرا والميكرو من اجل القضايا الانسانيه الكبرى في المغرب وفي العالم. الشكر لكم والشكر لوجودكم معنا، ونتمنى ان ترفنوا عنا بان هذه الوقفة تاتي في سياق التحسيس الذي تقوم به عدد من المنظمات الحقوقيه والائتلاف المغربي على راسها مع الشبكات المناهضه لعقوبه الاعدام من اجل تبليغ رساله اساسيه عمقها حقوقي، وهو ان الحق في الحياه حق دستوري يجب حمايته، بعدها انساني لانه تتجه نحو الانسان اينما كان، وتتجه من اجل ضمان سلامته وامنه واستقراره نفسيا وجسديا من كل اشكال الاهانه والتعذيب. ورسالتنا هي رساله مغربيه مغربيه، لاننا ننتظر من المسؤولين من المغرب وننتظر من الحكومه بالمغرب أن تنطلق في مسار لإلغاء التشريع. إنه ما ينظم المجتمع ديالنا هو القانون. القانون يجب أن يكون في أول اهتمامات الحكومة المغربية والمشرع المغربي. يجب إعادة النظر في المنظومة الجنائية لكي تكون ملائمة مع الدستور، ولكي تكون ملائمة مع المواثيق الدولية، ولكي تلائم مع المناخ الذي نعيشه بعد دستور 2011، أي رفع الإحساس بضرورة يعني الأمن الحقوقي في المغرب. المطالب الحقوقية واسعة، ولكن أغنى مطلب وأكبر مطلب هو المطلب المتعلق بحماية الحياة والحق في الحياة، أي إلغاء عقوبة الإعدام. نتمنى أن نسمع في البرلمان في هذه الدورة وجود تشريع جنائي دخل قبة البرلمان من أجل مناقشته، ووجوده وهو يحمل الإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام، ويقطع مع المنظومة القانونية التي وجدت منذ سنة 59 و62، أكثر من 60 سنة، والجميع ينتظر تصفية القانون من شوائب ما يمس الحياة، أي من عقوبة الإعدام. أتمنى أن يستمع من له الاهتمام بالرأي العام لرسالتنا، ونشكركم على أنكم المدافعون عن صوتنا لدى الرأي العام. شكرا لكم. شوف تي في مرحبا وسهلا. سالي وجه عندي، سالي وجه عندي. شكون يعطينا التصريح أستاذ؟ شكون الجهة؟ ها؟
بخصوص وقفة اليوم، ما شو سمد ديالكم بخصوص وقفة اليوم؟ ما مستعدش يا هلا 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 يا ه